محمد مجدي قفشه لاعب نادي انبي مضى على عقود للنادي الاهلي امبارح او النهارده الصبح. ومحمد مجدي اصبح او سيصبح لاعبا في النادي الاهلي الموسم القادم. محمد مجدي قفشه سيصبح لاعبا في النادي الاهلي الموسم القادم. ده نمره واحد. نمره اتنين، احمد خالد الظهير الايسر لنادي طنطا، هذا اللاعب سيكون في النادي الاهلي او مضى للنادي الاهلي بالفعل خلال الفترة اليومين ثلاثة اللي فاتوا، وسيكون لاعبا في النادي الاهلي الموسم المقبل، الباك ليفت بتاع نادي طنطا، بناء على توصية من كابتن اسامة عرابي، او مش بناء على توصية، سئلة كابتن اسامه عرابي وياسر ريان، والحقيقه قالوا ان هو لعيب جيد جدا ويصلح. وانا الحقيقه بقالي فتره طويله قوي بقول ان اللعيب ده كويس قوي. فاحمد خالد او الباك ليفت بتاع نادي طنطا ومحمد مجدي قفشه، الاثنين دول اصبحوا لاعبين في النادي الاهلي. وطبعا زي ما حضراتكم عارفين الحمد لله من خلال هذا البرنامج احنا بنقول وبعد كده بيبان لحضراتكم ايه اللي بيحصل، وبالتالي نادي الاهلي تعاقد مع اثنين لعيبه، و الاثنين لعيبه دول محمد مجدي لاعب نادي انبي اللي هو قفشه، واحمد خالد الباك ليفت بتاع طنطا، اصبحوا اثنين لاعبين في النادي الاهلي.